السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لا نتوما لا الناس العزاز عليكم. كنتمنى من الميمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطوني اللايكات ديالكم ودوروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. الحمد لله الحمد لله، يوم على يوم يوم على يوم ربي كينصر سعاد وربي كينتقم من المجرمين وربي كيبين الحق في الظلمه اللي بغاو يظلموا سعاد. قال لك من حفر حفرة لأخيه فلا يغرقها كثيرا لأنه يوما ما سوف يسقط فيها، وهذا ما وقع للبقة وأتباعها. سبحان الله العلي العظيم، كيتآمروا على سعاد وكيحفروا لسعاد وباغين يسيقوا لسعاد، ولكن ديك الحفرة غرقتوها بزاف. هذيك الحفرة اللي كتحفروا لسعاد غرقتوها بزاف وغطيحوا فيها. سبحان الله العلي العليم، من قدرة الله سبحانه وتعالى. غنعاود لكم اخوتي اشنو واقع واشنو طاري. نايدين داير واحد الحمله على سعاد، وسعاد مستغلة بناتها، وسعاد كتاجر بناتها، وسعاد كتاجر فاطمه الزهراء. قال لك اللي فيك هنيه باغا ترجعي ليا، باغاني داكشي اللي دارت، ديك التهمه اللي على السريعه والشكايه اللي دايره سعاد تجار في البشر على بوكريشه وعلى السريعه، باغاني يرجعوا هاد سعاد. ولكن الحمد لله الحمد لله، ربي كبير ربي كبير ورحمته واسعه. بغيتو تدمروا ديك الام، بغيتو تصيفطوا لك ربي ينتقم منكم. نتو كتعايروا الخيريه وكتهضروا على الخيريه، البنت جات الخيريه بحال الحبس، البنت دخلت الحبس، البنت معذبه، البنت هذه، وكتضربوا ما عرفتش ان ديك المؤسسه المركز اللي كتضربوا فيه، وكتضلوا النهار كامل نتوما الخيريه وخسرتوا. بالعكس ما عرفتش الخيريه راه مخرج منا ناس خدامين اوطو كبار، اللي الخيريه طيحتو منها وكتعايروا وكتسبوا وطيحتو بالصوره ديال المركز وشهرتو به، ما عرفتش نتوما هذا الشيء. نايدين سبحان الله، نايدين جمعيات الحمد لله. وانتي يا السريعه، انتي بالضبط يا السريعه اللي قلتي لسعاد غنضربك بناتك، وديت لك بناتك وغنضربك كرشك. كاين جمعيات الحمد لله دخلوا على الخط وداروا شكايات عليك يا السريعه يا البقاء على التجار في البشر بنتك. هذاك الشيء اللي باغي تلصقوا لسعاد، كلشي انت يا السريعه يا البقاء. وتحيه للاستاذ الروقاني، وتحيه للجمعيات، جمعيات المصداقيه اللي كيخدموا بصدق، اللي تدخلوا على القضيه وتوضعات الشكايات بالسريعه، سيرتو على بنتها زنوبه. وهنا غيبانوا بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الكواليس، وغيتكشف المستوره ودي السريعه، وغتعري غتفضحي. باغي تصيفطي سعاد للحبس كتجري وكتامري عليها، كديروا الصواني وتجمعوا. والقنوات اللي مع السريعه، نبشركم اللي هضرتوا بالخيب على الخيريه كاملين المقاطع ديالكم تهزوا، والجمعيات غتشوفوها نتوما هاد السيمانه ولا السيمانه الجايه غتسمعوا شنو كاين. يا السريعه يا البقا، وتعرفي شنو كيتسناك يا البقا، ويا البقايق ويا المنحوسه ويا الشيطان احبابك، يا البواله اللي باينه على بوكريشه. تعرفي شنو كيتسناك، كاع داكشي الجرائم اللي درتي وديك الافعال اللي درتي وداك الظلم اللي ظلمتي سعاد غادي يخرج فيك، غادي تخلصي يا ودي السريعه. وداك العذاب اللي عدمتي ديك البنت زنوبه، اللي اللايفات كامل والبنت كتبكي، الفيديوهات كامل ديك البنت كتبكي، كنقول لك السريعه رحمي ديك البنت، السريعه. ودرنا نداء مرارا وتكرارا للجمعيات حمايه الطفوله يتدخلوا على الخط ويشوفوا هاد البنت كيفاش كتاجر بها هاد الام، كيفاش كتستغل وبينت بنتها عريانه ودايره واحد ليموجي. ولكن الحمد لله كلشي تطور، واخا ضرك التصويره كلشي كتعرى كيبان شنو كاين. بنتك عريانه رضيعه وصورتيها، اشنو الذنب ديالها؟ الى واحد النهار هاد البنت ما بغاتش تبان في السوشيال ميديا، علاش كتبينيها؟ علاش كتاجري بها وكتسعاي؟ كاين المقاطع ديالك كتسعاي بنتك كتاجري. انا ما عنديش باش نشري لي كوش والحليب، بكريشه مشى للحبس ما عنديش باش نشري لي كوش والحليب، تاجرتي بها وسعيتي بديك الرضيعه وماشي من حقك. وانت كتدخلي اموال، ديروا كشف الحساب وشوفوا شحال كتشدي من القناه، شحال كتشدي من القناه، والمساعدات الماديه اللي كيجيوك. علاش هاد الناس كيدعموك؟ علاش هاد الناس كيساندوك وانت عندك كونت بنكي مفرقع وانت شاريه الدار والناس كيديروا لك الصواني؟ اي صفه اعطيوني شي سبب علاش هاد الناس غيديروا لك الصينيه، علاش هاد الناس غيجمعوا لك فلوس؟ علاش انت اش من محتوى عندك؟ اش كتقدمي لينا؟ لهاد الناس غيديروا لك الحمله كامله والدفاع كامل وغيساندوك وغيجمعوك فلوس وانت عندك فلوس، كتاجري بديك البنت وتاجرتي بها والحمد لله. وكاع الهضره وبنات سعاد كيفاش تاجرتي بهم، داكشي كامل غتخلصي عليه.
نايدين قال لك كيتآمروا على السعاد، انا قلت لكم بعدوا منا، راه ما حدكم كتآمروا على السعاد وكتجريوا في الشر، والسعاد ديما منصوره باذن الله سبحانه وتعالى، ربي ناصره وغادي يبقى ناصره. شي سعاد والله حتى منصوره، وسعاد ما عندكم ما تصوروا بالنار كيبقاو بناتها. دابا شكون عنده الحق يشوف فاطمه الزهراء؟ الام ديالها فقط. قول سريعة تشوفها، او لا يسرى، او لا شنيتيكا، او لا عبلو، او لا خت ديوتي وافتخر، قولي مشيو شوفوها. نو 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 ابدا اختها وما تشوفهاش، الام فقط اللي باغا بناء. نتوما باغا نصيفطوا للحبس، واش القضاء كينصف الام وانتوما كتحفروا باش تصيفطوا؟ والقضاء كيشجعوا جمعيات كيشجعوا باش البنت ترجع مع الام ديالها وترجع العلاقه مزيانه وتحاول تقرب منها، في حين نتوما كديروا العكس. داكشي كنجريو باش نصيفطوا الام للحبس، كنجريو باش ندمروا ديك الام. القضاء كيحاول يصلح والمؤسسات ديالنا كتحاول تصلح، لكن ما تصلح ما بين الام وبنتها، وجمعوا بعضياتهم وواحد جوج السوايع في النهار وهذه ويتقاربوا ويهضروا. وكاين اخصائيين واطباء نفسانيين اللي متبعين مع البنت. نتوما لا، خاصكم تجريو وتدمروا، وديك البنت خاصها الام خاصها تدخل الحبس، وديك البنت تشرد، وديك الوليدات الصغار تما يمشيو. ياك نتوما كتقول الخيريه ما مزياناش، والخيريه والخيريه، والبنت غتدمر نفسانيا، ما فكرتوش لادم وامين اللي باقا صغار اللي مشات امهم للحبس فين غيمشيو؟ اكيد غيمشيو للخيريه الا صيفطتو امهم للحبس. اللي كتجريو اشهد النفاق اللي عندكم، اشهد الوجوه اللي عندكم، ما كتحشموش الام. نديرو الشكايه تصيفطوها للحبس، ادم وامين ما علمش الله. اللي كتجري باش تصيفطو كتقولوا لا احنا ضد الاولاد يمشيو للخيريه، ضد الاولاد اللي عندهم والديهم يمشيو للخيريه. وراكم نتوما كديروا العكس ديال الاقوال ديالكم، نتوما كتطبقوا الواقع كديروا العكس داكشي اللي كتقولوا في مواقع. نتوما كديروا الصواني وتشجعوا باش السعاد في الحبس، كتحفروا كتشجعوا سنوديا يسرى ديري امك للحبس، سريعه دي امك للحبس، كتشجعوا نتوما باش السعاد في الحبس، كتحفروا ليها. ما خليتو ما خرجتو على السعاد الحمد لله، ولكن الحمد لله القضاء ديالنا كيحكم بداكشي اللي قدامو، ما كيحكمش بداكشي اللي كيقولوا القنوات. الحمد لله وتحيه للقضاء المغربي ديالنا. عيتو ما تجريو، عيتو ما تامروا، داكشي الحمد لله كيرجع عليكم، وداكشي كيخرج عفيكم، داكشي كيخرج عفيكم ما كيتحشموش والو. بغيت تعيش شويه البقه، قلتي شويه نطقت عيالي البقه انت. عياو اخوتي ما يحفروا، وعياو عياو ما يجيو السعاد في الخاص ومؤامرات وبناتها والصلح، وديري فيديو وقولي هادي وقولي هادي وعائلته بزاف، ولكن داكشي سعاد والله حتى النيه ديالها غتخرج فيكم باذن الله سبحانه وتعالى. النيه ديال السعاد ربي ناصرها، راه شوف وقف مع رضات الوالدين وضات الله سبحانه وتعالى، والناس اللي كيدعوا مع السعاد والامهات الكبار والحاجات كيضلوا يدعوا مع سعاد مسكينه، وربي ناصرها باذن الله. عيتو ما تحفروا ما تامروا، سبحان الله كتسيو في الخبز. ما عرفتش انا هاد الناس اللي باغين يدمر واحد الام مع بنتها، خاصنا نفرقوهم. يا البقيقه ديالكم مشات فيها، البقيقه مشيتي فيها، يا البقا يا البقيقه، والله فيك ما تبقاو دابا تجيك الدقه. تحياتي لكم المهمات ديالي، الى فيديو قادم ان شاء الله، تصبحوا على خير.